عيون وادي أم الربيع، حيث الطبيعة تقف بشموخ تسبح بحمد من أبدع هذا الجمال. قرى تحتفي بعبق الأطلس وبشجون تماويت، تلك المواويل الحزينة التي تروي الكثير مما ينخر جسد الأهالي من آلام وآمال مؤجلة. أحياناً أمضي دون أن ألتفت، أولي ظهري للمدينة بحثاً عن قصص أخرى وملامح أخرى. هنا بالأطلس المتوسط المغربي، حيث القرى دون رجال، التقيت نسوة منسيات، فاطمة وعذاب يومي من أجل صغارها، حفيدة وفاطمة وألم غياب الزوج، عائشة وسعيدة والبحث عن الخلاص. أما الخالة فاطمة فغصة في الحلق وجرح في القلب. هنا يجاور الفرح الحزن. فاطمة تتحدث الأمازيغية لكنها تفهم الدارجة المغربية، أم لثلاثة صبيان مراد، سعيد وإبراهيم. كيني وراك تسرخ من الزيخ سكنة خطية مربيع سوخ ورقي خريطة الدار فرات سينيز تخدم خالي خدم ورقاز تمعاونا نكشونا الدار خصي فلاخات درسين مزيان، خصي فلاخات قن مزيان، خصي قان مزيان. كني غير نخشى إذا تفجح درا رمال راتيني غير نخان خدم غاستي غلال النخ تسكرخ مع ستة الصباح خصا السجدخ سبعة الطواجن الحموخ سبعة درب جمل بدات السوخي حلسن هذه نفطاخ برمخ أرت عجان خاغلوم هذه فطاخة تايمدن خصا السنوا خاغلوم هذا وري هذا يري شو ورقة زين وري تعاون شوي هذا وري جي ركاك تغاب عن الفيلة سار دي عايد هو صافي غاست الدار ثم غالين واق مسكنخ تتمنى خال خشن الدار ثي فلاخين واتفين هذا اتفين اسكا. يجو خو بزاف مكني جو غير مخيجي النيت خصان أن خدم خصيد هذا فيني فلاخ هذا عايشين خص أنسايا وردي خصيد خدان دا تيني صافي أنا خدم غا الصيف نمشتو صافي أنت غيما كتي دارنا خا تدوني الكاز نهر برا دون غا ترجوني خدنا تيلا تخدم. هنا على وادي أم الربيع شبه مقاهي بسيطة يقصدها السياح والعابرين. في هذا المكان تشتغل فاطمة موسم الربيع والصيف من أجل حفنة دراهم. يلزمك الكثير من الصبر والقوة والشجاعة والقناعة لتشتغل في هذا المكان. وفاطمة شبيهة بالنحلة الشغالة، لا تشتكي ولا تتدمر، همها الوحيد صغارها. الكني ورجين في غن أنقي من ضول غن ديما نتغي ما غاسك تمازيرت النخ وغنسدو ونسرى لان دوغر سفران لان دوغر شا صافي ديما ورو غنخرى العطرة لا تيني وغنسافا ما سميان فغا ندو نظول مكني غادا نتسماعي ميدن لا تيني نسايا زيل نسايا زيل مكني وغنسدو غير. هؤلاء النسوة لم تتنيهن قسوة الجغرافيا ولا شح الزمن عن أن يظلن شامخات بطيبتهن وكرمهن وصبرهن وبترحيبهن بكل غريب أو عابر سبيل أو متطفلة مثلي تتلصص على حياتهن بعيون الكاميرا. هنا لا زال الأخ يفكر في أخيه، لا زالت الروابط قوية بين أفراد الأسر، لا زال الناس يلقون التحية وينتظرون الجواب. هنا تتعلم الصبر والتأني ومعنى الإيثار والعطاء، فلا تمضي لحظة دون أن نلتف أنا وفريق العمل حول طاولة طعام، نشرب الشاي ونقتسم الرغائف بعسل النحل الصافي، رغائف فاطمة بطعم المحبة والمودة والترحاب. هنا قيمة الناس تقاس بما يعطون وليس بما يملكون.
خص الضروري خمور تجي غير الفلوس خصها تنهار ضريخ كل يجي ورقه زينو اتناوي قر السوق هذا سند خايف لا خينو ما غاشين يسور غير يسورو فيه خمايه في نار ضر ديت غي ما ديك هي فلاخينو السوق نوجر ورسوي خن كذا سند قضوك ما غاشين ضروري هذا سند العيد هي فلاخ الناخ حرق العيد دا دات الحاب نميد نخور شي دا غصني دري عيود نسان نكني ورغير نخي جي ما سغا غاتي ذنا ليت غي ما ديك الحاج يسور نقيد عيدي فلاخنا ضروري يبطن قرعي خصات نقي فلاخينو واخا ولو قنيك خص غاسا دقي فلاخينو ودرسين مزيان. الحزن بلا لون ولا وطن، وهؤلاء الأمهات والجدات تحملن عبء الزمن، أتطلع بصمت لعيونهن التي تروي الكثير. فاجأتني قصة عائشة وسعيدة، طفولتهما سلبت بزواج مبكر. انا وسعيده ملي كنا صغار كنا تنغنيو تنمشيو نحطبو ونسقيو، يعني ما كاين ما يدار من غير الغناء، حيت ما كاين فين تمشي هنايا شي حاجه فين تلهى ولا نديرو شي صنعه ولا شي حاجه من غير الغناء والو. مثلا انا وسعيده تزوجنا على 16 عام، ولكن داك الزواج يعني ما مقتنعينش به، مازال بغينا نغنيو ونخرجو بغينا نلعبو طبيعة. كاينه صعوبات كثيره في الزواج، تزوجنا صغار وتحملنا واحد المسؤوليه اللي هي كبيره علينا، مازال ما كنعرفوش شنو هو الزواج، يعني مازال ما وصلناش لذاك الرشد ديال الزواج باش نعرفوا شنو هي المسؤوليه وشنا الراجل والام ديالو، وهذا ما كيعرفوش باننا حنا راه مازالين صغار، مازال ما قادينش على ديك المسؤوليه. وهذا مثلا بحالي انا تزوجت ومازال ما شبعتش من الدنيا، مازال باغا نلعب. انا وصلت عندهم تما وكنلعب وكيقول لي علاش كتلعبي علاش هذا، حيت يعني مشيت مازال صغيره كنا تنقراو، ولكن كنا تنضربوا مسافه بزاف باش نوصل للمدرسه. فاش كنوصلوا الساته ما كنقدروش نزيدوا حيت ما عندناش الكوليج هنايا. الطفل البدوي كيكون فرق كبير بينه وبين الطفل اللي كيقرا في المدينه، فاش كيمشي كوليج يقرا كيلقى صعوبات كثيره، يعني ما قراش هنا مزيان، ما كيعرفش شنو هي القرايه. صافي كنخرجوا يعني ما عندنا حتى حل، شنو غنديروا؟ كنتزوجوا مازالين صغار كنرجعوا لديورنا عاوتاني. فاش كنوصلوا لذاك الزواج كنلقاو عاوتاني واحد العالم اخر، ما كنقدروش نكملوا، ما كيعاملوناش مزيان حيت خصهم يعاملونا مزيان. 16 عام زوجنا على 16، ما يمكنش نبقاو بواحد التعامل ماشي حتى لتما. مواتنا حتى هما عانوا معاناه كبيره وضحاو من اجلنا باش يكبرونا ويقريونا، وعانوا بزاف من مشاكل ديال الفقر، حيت الفقر راه قضى بزاف على هاد المناطق هادو. يعني هاد الواد هو مصدر العيش ديال هاد البلاد هذا، يعني خاصو شويه ديال الاصلاحات. فالرجال كيضطروا باش انهم يخرجوا من البلاد يمشيو للبلاصه اخرى يخدموا فيها، وكتبقى المراه هي اللي كتهز داك الحمل كامل. يعني كتلقاي البنت يعني تزوجات على 13 عام ولا 14 ووالده ثلاثه الدراري ولا اربعه، كتلقاي عندها يلا 19 عام تشوفيها تقولي عندها 50 عام، حيت داك يعني داك الصحه ديالها وداك الجمال ديالها وداك الشيء كيمشي. مثلا احيدوس والغنا جزء من المنطقه،
يعني داك الغناء كنلقاو فيه الحريه ديالنا. مثلا بعض المرات فاش كنغني كنلقى كنشوف العيالات كيبكيو حيت هما فاهمين اش كنقول. كنغني على الامهات، كنغني على على المنطقه، كنغني على الطبيعه، كنغني على الحزن. غنعطيك واحد شويه من الموال ديالي. هاد الموال بحال الا غنيت فيه داكشي اللي تيوقع للعيالات ديال المنطقه، بحال لا طاحوا في واحد البير ما كاين لا ضو لا ما لا والو. بحال هادشي بضيخ قانو ما يدي السلاين ربي سدام من غيف يا سدام تفوت، ما كاين لا ضو لا ما لا الماكله لا والو. بحال حبسينا في واحد البلاصه ما حتى واحد ما شافنا فيها. مثلا تامور الطلاق كنلقاو مشاكل، يعني ما كيحترموكش الناس، كيكون شويه الاحراج بالنسبه للمجتمع ديالنا، ما كيبقاش يحترموا، كيكون استغلال، كيكون مشاكل بزاف في الطلاق. حنا عندنا طلاق عيب في البلاد، ولكن الى كتب صافي كنطلقوا. وكيديو واحد النظره خايبه من مور داكشي، ما كيديوش عليك راه باقا صغيره ولا مازال ما عارفه والو، ولا كيديو واحد النظره خايبه. خصها تزوج وتبقى، واخا ما ديرش لاكت، واخا تولد دراري غير خصها تبقى عند راجلها وصافي، واخا ما ديرش القوانين ديالها. ولكن حنا فكرنا باش نزيدو القدام، واخا طلقنا نزيدو نقراو نكملو المواهب ديالنا، نبداو من جديد ان شاء الله، ما نديوش على النظره ديال الناس. سميتي فاطمه، مجوجه في تقليت، وراجلي ما كيكونش، مره كيمشي، الا رجع عنده غير شي خدمه ديالو ديال الحيدوس، الا مشى كيمشي عاوتاني كيخدم صافي. وانا عاوتاني مقابله البنات ومقابله الدار صافي. الا مشى هو راه مشى خلانا صافي، وجالسين حنا بوحدنا انا وثلاثه البنات، عندي خديجه وعندي فرح وكريمه. هنا يتردد كثيرا اسم فاطمة أو فاطمة الزهراء تيمنا بابنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأم الصبيان الثلاث فاطمة، وأم البنات الثلاث فاطمة، وابنة حفيدة فاطمة الزهراء، وأكبرهن الخالة فاطمة. سير ديثن فريثن الزعفر أمانة غصير كنا راه كنا مع الست انا وحفيظه، كنوضو كنعجنوا الخبز وكنوضو البنات وكنصيفطوهم للقريح، وحده كتمشط لهم وحده كتبدل لهم حتى كنصيفطوهم. فاش كنصيفطوهم عاوتاني انا ماشيه للبقره، هي جالسه في الدار، تنرجع حنا غسلنا القمح، اصلنا القمح حنا نشرناه، حنا درنا عاوتاني الغداء صافي. فاش كنديروا الغداء عاوتاني هاد الدراري رجعوا صافي، انا كنشرب البقره، انا من البقره كنرجع عاوتاني صافي. العشيه هي خرجت نسرحها صافي، ما كنجلسش كاع نهائيا، تقولي الجلاس والو الجلاس نهائيا، غير جري 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 حتى العشيه. صافي حتى كنسدهم في الليل عاد ما كنلقاوش فين غنجري. حفيظه وفاطمه تقتسمان معا البيت والهم ورحلة الحياة هنا بدوار تقليت بأعماق الأطلس
تفاهم وتواطؤ واتحاد لقهر الزمن وساعات الانتظار الطويلة. أنا اسمتي حافظة، جاية من منطقة ديال سنغير، وقريت مثل كاتريام مع مالين الدار ومشاو لأكادير، وتماك تعرفت مع الراجل ديالي الجندي وجينا للمنطقة ديال تقليد. طيب كاين شي واحد صحرايا كيخدم تمايا، وساكنة أنا عند لوسي اللي هو أخو، وعندي بنية فاطمة الزهراء عندها عام وثلاث شهور. تلاقينا في أكادير، المهم تعرفنا مزيان وجينا لهنايا وتزوجنا. المهم اللي ما علاش زعما على هاد المعيشة هادي اللي غادي يخليني أربع شهور، أنا جاتني صعيبة حيت أنا عازة المسؤولية ديال الرجل والمرأة في نفس الوقت. المهم الخدمة ديال العيالات هنا مكرفسة بزاف، كتنوضي بكري كيت تحلبي تقابلي البقر وطيبي الخبز بزاف ديال الحوايج. المهم في الدار كتكون مسؤولية كبيرة بزاف للمرأة اللي ما كيكونش الراجل. المهم هنا في المنطقة بزاف شحال وحدة كتهز مسؤولية كبيرة، ما كايناش خدمة هنايا بزاف، كيمشيو كيسافروا على برا. كتبقى المرأة ديما هزة الحمل ملي كتمرض البنت ومع المدرسة وتديها السبيطار وتداويها وترجع عاود للدار وفيها تمارة وديها القراية، يعني بزاف ديال الحوايج. بالنسبة لراجلي كيمشي كيجلس ربع شهور، اللي كيرجع يلا كيجلس ديك 25 يوم ضايا كدوز، المهم بحال شي كيجي بحال إلا جا شي ضيف، مازال ما كنولفو عليه وكيرجع عاود تاي كيدوز المدة عاود كيرجع زعما يلا كنولف عليه ديك 25 يوم ضايا كدوز، ما كتكفاش البنت تولف باها المهم وتحس بيه ويحس بيها بزاف ديال الحوايج. زعما بقى شحال العيالات ما الا ما كاينش راجلهم حداهم ماشي هذيك هي المعيشه ديال الزوجيه، زعما فيها مشكل. هؤلاء النسوة طلباتهن بسيطة وإن بدت مستحيلة، مدرسة قريبة للأطفال، مستوصف للأهالي، وصنبور ماء، ومشاريع سياحية تنعش المنطقة وتقيهن وأزواجهن عذاب الفراق والرحيل. هؤلاء النسوة لا شأن لهن بالانتخابات ولا الثورات ولا الأزمات، أزمتهن يومية دائمة، حياتهن انتظار يومي لزوج غائب حاضر دوما وأبدا. هنا الخبز أولا، نساء تكدحن خارج الزمن من أجل كسرة خبز لهن ولصغارهن. قدرهن الحزن ليسعد صغارهن، وحياتهن معاناة مستمرة غير منصفة، وضريبة يفرضها حاضر قاس جعلهن وحيدات دون سند الأزواج. بالنسبة للبنت ما كتعرفش مع باها بزاف، كيجي يلا داك الشهر كتولف واحد شوية كيمشي أربع شهور، يعني ما كتعقلش عليه. بالنسبة للعبها كتعيط ليه با في بلاصة با، ماشي زعما ما كتعرفوش حتى هو ما عايش معاه. يلا دابا شهرين هادي باش جاو تا ولفها شوية، بدات كتلعب معاه وكتحكي معاه تا بغات تولفو شوية ورجع. المهم شي شهرين دابا هادي ما شافتوش، تا ولات دابا كتقول الناس الاخرين ابا بابا، كتعيط ليهم بابا. وانا خلاص ما كيعجبنيش داك الشيء نشوفها كتعيط واحد فربا، ماشي بحال الا كتعيط لباني. المهم كنتمنوا ما يطولش هاد الشيء بزاف، وشي نهار يجيو يسكن حدايا ونولدي شي ولاد اخرين ونربيهم ونخريهم، المهم يكون حداهم ويونسهم ويلعبوا معاه، ما يحسوا بيه بحال باهم ملي حداهم. داك الشيء اللي كنتمنى، داكشي كنتمنى في حياتي. ضروري كاينه تمارح حيت ما كيكونش الراجل، كون كيكون الراجل حداك راه كتقول يا ودي راه هاز المسؤوليه عليك، وين ما هاز ما كاينش، ها هو ماشي عاوتاني هو يصيفطنا داكشي باش نعيشو، كون ما داكشي باش نعيشو راه ما كانش باش نتحركو.
ضروري البنات باغيين يلبسوا باغيين يقراو. كم احببت خديجه، جميله وذكيه وحنون، تشبه كل الصغار في شغبها ولعبها واسئلتها الكثيره. اتمنى ان تستمر في ترديد اناشيد الطفوله والا تمنع من رسم صوره لحياتها الاتيه. احترم هؤلاء النسوه، احترم صبرهن وعزتهن، احترم كدهن والامهن، تعبهن ونضالهن. هو ذا النضال الحقيقي على هامش الوطن، على حافه الحياه. حينما أتأمل عيون هؤلاء الصغيرات أتساءل، ما هي يا ترى أحلامهن؟ ربما يرغبن في أن يصبحن طبيبات أو معلمات، مهندسات أو ممثلات. أتمنى أن لا يغتصب حقهن في الحلم وفي تحقيق الحلم، وأن تطوى هذه المسافات الطوال التي تفصل أقدامهن الفتية عن قاعات الدرس البعيدة. أتمنى ألا تعشن في جلاليب أمهاتهن حزينات، منهكات ووحيدات. راه ما كرهتيش دابا الراجل يكون حداك، ولا إني والو، ما الظروف ما خلاسوش حداك، كون خلاسو حداك راه ما كرهتيش يجلس حداك، يعاونك الدراري ويعاون لك كل شيء. راه فاش كيكون راه كيهز منك حملة راه ثقيل، ولا إني إلا ما كيكونش راه أنت اللي كتهزي، ضروري تهز داك الحمل الثقيل. كي غديري لي ايوا انت كتشوفي وصافي، راه شتي كلشي بعينك قبيله. يلا كنت جم فرح سعر كنت جم فرح أنتي عزام فرح أنتي كده يلا قلت لك هاد القضية راه كاينة هنا فهاد البلاصة بزاف، حيت ما كاينينش لا شي لوزينات لا شي معمل، لا هاد البلاصه كاع ما كاين حتى شي بلاصه كاع فاش يخدموا نهائيا والو. الا ما مشاش الراجل يهز الصاك يمشي يخدم راه ما كايناش فين تعيش. صافي هادشي صافي، كل واحد راه كيمشي كيخدم، حتى كنخلي مرتو عاوتاني مع الاولاد مع هادشي صافي. كتقابل هي هادشي، كتقابل هي الاولاد ديالها وكتقابل، ما كرهاتش اودي تمشي تهز الصاك حتى هي وتمشي معها، ولا اللي كغدير ما كرهناش. راه كنحلم ان شاء الله الله يطول لي عمري تنوصلهم لبلاصتهم. هادشي الا ديال القرايه الا حليهم الله العقل ديال القرايه، الله يسخر ليهم يمشيو يقراو، الا ما قراوش لا يجيب لهم الرزق ديالهم. هادشي اللي كنقول نشوفهم حتى هما في خيمتهم بحال هكا اللي كنت الله يسخر لهم. ما كرهناش يكونوا رجال حداهم، الا كاينين رجال حداهم ولا كاينين في خدمه ويديوهم راه ما كرهناش، ولا يني والو كي غديري الا عاوتاني ما كاينينش خلاهم راه ما بوحدهم ولا غيتكلفوا بحال هكا اللي تكلفت بهم تاني. يعني لا سي تقرا علاش تقلقتي تفرجي تلبسي؟ ها انا لا درت قلق حساب كيف كيف فهم كي لابس حسين وكوري لي فاطمه الزهراء فين خايفه يدي تنخ يدي تنخايفه نسيت تماني دي تيباس كاين لي دي دوبا انا زعما لي لا عمه انا من لا بابا
ياك الناس هاد عيد خلع مينو ايه ان شاء الله الناس هادي ديال غبيهبي هادي ديال كلشي عمينو صافي كك خاصي لي قاقه هانيني عاد اح حفيدة حزينة في عينها دمعة مكابرة ترفض الخضوع حزينة لعدم مجيء زوجها لقضاء العيد لا عيد دون لمة العائلة لا عيد في غياب الزوج لاباس عليكم تهنا هادي كي الحال خلي لاباس غير تهنا لاباس شويه بخير باش تهنا امي اش قرات قروجو اي 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 قرات حيت تعيط مني ماني فرح ماني ايوا تم زهره لاباس لا دخل يا يا تم زهره تم زهره اي 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 زوينه زوينه امي امي السلام عليكم قول السلام لاباس ودي غير حال لاباس شوي تهنا ودي غير حال او تو تو خير هذا راهنا هذا مزيان هذا مزيان هذا مزيان يحيى يا تهنا ودي غير حال لاباس شوي مانيكم غدا نسني تهنا شوي مانيكم عاد عبد الله لبيته وعادت الفرحة والبسمة لوجه فاطمة وبناتها تتاي اللي ما تكونش عندي الخدمة أنا في المنطقة تاي نمشي تنخدم ديك شهرين ولا ثلاث شهور تاي نخوي اش نجي ما يمكنش نقص نتسنى من الوقت الزيتون تاي وصل الزيتون عاد نخدم ما راه ماشي عيب بنادم اللي كيهاجر كتكون عنده كيكون عنده المعاناة بحالو بحال بحال المراه الا خلاها مراه يعني الراجل ملي كيهاجر كيمشي كيخدم ملي كيخدم كيخرج كيطيب الراس ويصبن الراس واش غادي يدير والسيد كيخدم ملي كيمشي كينوض الصباح كيمشي للخدمه كيرجع كيدير ما يتغدى عاوتاني يرجع للخدمه العشيه عاوتاني اختي وجد العشاء وديما مشغول الحمد لله راه قادين بالمسؤوليه نهاجروا نجيو ونخدموا ونضربوا تماره كاينه الخدمه هنا نجيو ونخدموا ما كايناش الخدمه راه كنمشيو كنقلبوا على الخدمه بحالنا بحال يا ايها الناس ولكن زعما فاش كنفكر انا كنفكر في هذا الجيل اللي جاي ما خصوش حتى هو يبقى في هذه المعاناه هنا كل منطقه تنمي المنطقه ديالها كل منطقه خصها يكون عندها واحد المشاريع اللي هي اللي غادي تخدم ولاد المنطقه ويستفدوا منها ويكون واحد نسيق بينهم بين الناس والمسؤولين وجمعيات وتعاونيات كاين ما يدار الحمد لله Yeah.
بنادم اللي كيمشي يهجر راه كيهجر هو ديما دائما تيفكر في الوليدات ديما محشوم. الولد دابا الصغير ملي كيكون صغير تيكون عزيز تيكون حنين، ملي كتمشي ديك 3 ايام ولا 4 ايام ديما راه كتفكروا، يعني ديما ديك 3 ايام 4 ايام ديك حتى الشهر يلاه كتنقشوا يلاه كتكون مع الخدمه ديالك. تنشكر الجنود ديالنا اللي كاينين في الصحراء المغربيه، تنشكرهم بزاف حيت هما ديما مساكن ديما حتى هما عندهم هذا الحس تيمشي السيد 4 شهور 5 شهور عاد تيجي لوليداته. وكنشكر الاخ ديالي الحسين اللي هو تاهو راه في الجنود، تنشكرو بزاف، وضع فيا الثقه، خلى مرتو عندي، وليداته كيما شتو البنت ديالو كتعيط لي انا با، يعني كاين واحد انا كنحس ملي كتعيط لي انا با كنحس بديك اسمع كنحس بديك المسؤوليه اللي كاينه عليا. راه كيما كيقولوا المعزه ديال البنت ماشي بحال ديال الولد، المعزه ديال البنت راه كتدخل شويه كتجي ملي كندخل للدار كيجي وكيجلسوا عندي، شي تينقز فوق الدار شي تيبوسني شي تيضحك معايا ابا شي تيقول لي شنو جبتي لنا شنو شريتي لنا شنو درتي لنا. مع مولف انا ملي كنخرج ضروري خصني نجيب لهم شي حاجه باش كنفرحهم. الأمنية ديالي البنات ديالي ولا بنات خويا ولا بنات بلاد المنطقة كنبغيو يتنماو ويكبروا في واحد الجو اللي هو عائلي، الجو أخوي، يتعلموا يقراو. كاين الوسائل الحمد لله دابا اللي بنادم خصو يقرا باش يوصل. تيفارت وعسكري، هكذا يسمى هذا الشعر الموزون لجندي مجهول أنشده سبعينيات القرن الماضي وكان ممنوعا من التداول. أجي سوق نواجر نادن تموغن كو سوق كو شي عاي تاقا من سيدران الواشون وكو كذا يلي غير ذا بان سار ثني تسار لي غاك قلب غي وانزغي تيغماي تيويد يقيم وين وثانا وبليدي حضو صورا. أنا زدت هنا وتزوجت هنا ولت هنا وقلت أنا هاد المنطقة هادي كيقولوها عين معبر وراجلي تزوج دابا تزوجت معاه دابا مازال صغير دابا 17 عام خلى ليا الدري الصغير ما عقلش عليه. دابا منين مات راجلي دابا كنبقى كنخمم باش غنهز على ولادي باش غنجيب عليهم واش ياكلوا واش يشربوا. وبقيت كنخمم واش راوط عليا والدري كنهزها في داري وهو ولد عمي نيتو البلاد. بقيت كنخمم ما عنده لا بلاد ما عنده لا الكتيبه ما عنده لا بقرا لا حتى شي حاجه ما عنده كيخدم عليهم كتافو كيجبر ما داكش. وبقى في عمر ما قال لي شي عار باش يبقى الكلمه ديالو باش نعقل عليه. دابا قال لي شي عار في الدنيا ديالو حتى انا ما عمر ما شرت معاه شي حاجه خايبه. هو عزيز عليا حتى انا عزيزه عليه حتى اللي مات. ودابا بقى فيا ماشي زعما نسيت راجلي ماشي زعما شي حاجه كتبقى. دابا منين كنفكر كيبقى قدامي كنشوف التصور ديالو. ودري النهار اللي شاف قال لك اش با هذا قلت له با هذا ولدي قال لك انا ما عقلتش على با. ودوك الاخرين بقاو كيبكيو معايا كيقول لك امي اسكتي هذاك الشيء انا نشوف هذاك الشيء اللي قسم لي.
ما لا يقال يستشعر فقط، فلا لغة تترجمه ولا حروف ترسمه ولا كلمات تحمله ولا شفاه تنطق به. ومجيت خدمت عليهم في الغابة، ومجيت حطبت عليهم وبعت العواد عليهم، وخدمت دابا درت المشنج على العيالات والصوفة، وصبنت على العيالات ودرت الدماري على العيالات. كلش اللي عنده شي حاجة مشيت خدمت عليهم باش نجبرهم الطف ديال الخبز والقرب ديال السكر. هادشي دابا اللي عندنا في هاد الأطلس في العيون، هادشي فاش كيعيشوا ولادي. كنخدموا في الصيف في شهر 8 وشهر 7 كنجيبوا هذاك الشيء كنجري عليهم في البرد. وحنا دابا انت شتي دابا المعيشه ديالنا ما فينا ما عندنا باش نعيشوا. دابا عندنا غير الشجر والحجر، ما لقينا ما باش نخدموا وماش نصاوبوا هذاك الشيء. ها انت شتي دابا الدار عندي كي داير، شتي الحاله ديال الدراري ديالي، انت شتي المعيشه ديالي بحال الا عشت في الغابه. سبحان الله العظيم، ما عندنا لا بلا، ما عندنا لا الحسيبه، ما عندنا لا الفلاحه. اللي يخدم في شي في كتافو كياكل. الدراري كاع مفروقين دابا على بلا، كل واحد فين مشى باش يخدم باش يجيب شي حاجه لولادو، باش يجيب الخنشه ديال الطحين، القارب ديال السكر والخضره، زيو الحمل ديال كل شيء، زيو الحمل ديال المصروف. كيتسوقوا كيخدموا دابا، كيخدموا في السوق، كيطلعوا للغابه كيحطبوا كيبيعوا العواد باش يجيبوا دابا ولادهم باش يعيشوا. كلشي الخدمه ديال الرجال كيهزوا العيالات. يا بسم الله هاتي الله، يا بسم الله ربي عجبها ودي أزهول أهودا ورنش في راس قواس هاي كشي من دواريو. ايوا ها مخطوب ردا كشم المشتوت كشم واسا ديا دلو تفر. ايوا ناس منو حمود عافي وانا ذا القزع غير يجان ايوا يفلاخ والو. يا مرنو فيما خيسو فغني ويا نمالي على فاس ديقنخ. وين دا خيسو غدا وربي اش نرزقا خيسو فغني ثمالي يا ظننت أن قلب الخالة فاطمة قد تصلب مع الزمن، لكنني فوجئت بامرأة مليئة بالحياة ككل نساء الأطلس. الحياة هنا سعادة وشقاء، دمع وبسمات، وغدا حفل ختان نبي الحفيد الخالة فاطمة، غدا موعد مع الفرح وجولة لدعوة الأهل والجيران والأحباب. صباح الخير، رئيس المحور مشى. والله.
إنه نبيل حفيد الخالة فاطمة، وحفل الختان يبدأ باكرا وبطقوس استثنائية، حناء في اليد، زغاريد، أهازيج وأحيدوس، الفن الرسمي للأطلس المتوسط المغربي. الكل هنا يفرح ويرقص ويساعد ويشتغل، فلا حزن اليوم، الفرحة من حق الجميع. هنا لا متنفس للنسوة سوى الأعراس والأفراح والأعياد، فأيامهن تشبه بعضها، محكومات بمزاج الليالي الباردة وقسوة الزمن وغياب الأزواج، يصارعن كي تظل السعادة تنبض بداخلهن، يتشبثن بالأمل في صراع للبقاء. الكل يرقص أحيدوس، شيوخا وكبارا وصغارا، إيقاعات لا يقاومها الجسد ولا الروح، تشي بأن حضارات وأعراق مرت من هنا. تساءلت للحظة إن كانت نساء أم الربيع يتذكرن الفرح، أم أنهن فقدن القدرة على الابتسام. وجاء الجواب حفلا راقصا اهتزت له جنبات الوادي. هنا النسوة لا علم لهن باليوم الوطني ولا العالمي للمرأة، نساء مناضلات كادحات شامخات شموخ جبال الأطلس، تستقبلنك ببسمة كبيرة وألفة لا توصف، تقتسمن معك كل ما تملكن، الأرض والزاد القليل والدفء الكثير. نساء لا تعرفن الراحة ولا العطلة ولا نهاية الأسبوع، نساء يعيشن انتظارا يوميا لأزواج رحلوا مضطرين، بحثا عن الخلاص، بحثا عن الحياة. المنطقة نشروح غرخ الشقة بزاف، والغرخ لما غنخدم تنتمنى يا فلاخن واش تكريني فلاخن هذا سندي يزال بيشون الرزاق، هذا سندي يزال بيشون الرزاق، بل هذيك نخيس هذيك نخيس مقرى ربي بالحالة نخحطنا حط الله مع أولادنا دي فلاخن ناخ جانت منا هذيك نخيس مقرى سيدي ربي دي فلاخن ناخ هذا سندي يزال بيشون الرزاق يا أختي. الله أكبر الله أكبر، شهدنا إلى الله محمد رسول الله، شهدنا إلى الله محمد رسول الله، شهدنا إلى الله محمد رسول الله، الله أكبر رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.